الشكل ده احنا اخدنا من الـ contents of the trigobalatine fossa، اخدنا فيها nerves واخدنا فيها vessels واخدنا فيها veins. طيب هناك another contents تمثلت في بعض من الباراسيمباثيتيك جانجليا. الباراسيمباثيتيك جانجليا واحدة منها موجودة في الانفراتيمبرال ريجون واسمها الاوتيك جانجلون. قبل ما اتكلم على الاوتيك جانجلون عايز ادي نبذة سريعة عن الباراسيمباثيتيك جانجليا او سيندريك. ما هو تعريف الجانجليون؟ الجانجليون هو عبارة عن collection of nerve cells outside the CNS. طيب المقصود بكلمة ريلي في الجانج، ببساطة جديدة كلمة ريلي في جانجليون معناه استراحة نيرفات، زي محطة أتوبيس بالنسبة للأتوبيسات. الأتوبيسات بتستريح، تمون، الركاب يستريحهم، كذلك العصب يستريح، الإشارة العصبية تستريح ويعاد شحنها في داخل هذا الريلي أو زي هذه المحطة اللي اسمها الجانجليون. طيب ما هو المقصود؟ What how can we identify the type of ganglion؟ ازاي نحدد نوع الجانجليون؟ تحدد نوع الجانجليون بواسطه النيرف اللي هيعمل فيها الريلي. يعني الجانجليون زي محطه الاتوبيسات، بيعدي فيها اتوبيسات من كافه الاشكال والانواع، الا ان الاتوبيس الرئيسي اللي محطته بينزل ركاب ويطلع ركاب هنسمي المحطه باسم هذا الاتوبيس. فعلى هذا الاساس الجانجليون اللي فيها العصب يعمل ريلي هي هنسمي باسمها. فبيعدي في الجانجليون انواع مختلفه من الاعصاب، منها سمباثيتك ومنها سنسوري ومنها موتور ومنها باراسمباثيتك. اللي يقف فيهم ويعمل ريلي هي ده اللي الجانجليون هتسبب اسمه. فعلى الاساس ده الباراسمباثيتك جانجليا هي الجانجليا اللي الباراسمباثيتك نيرف بيقف فيها ويعمل ريلي. How many parasympathetic ganglia in the head and neck؟ هم أربعة parasympathetic ganglia. How can we discuss the anatomy of a parasympathetic ganglion؟ هنناقشها من خلال البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك، البري جانجليونيك روتس والبوست جانجليونيك برانشز اللي لها علاقة بهذه الجانجليون. على هذا الأساس الأوتيك جانجليون كانت واحدة من ال nervous contents of the infratemporal region. طيب هنتكلم عن الجانجل نقول ايه؟ طيب السايد بتاعها تقع في الانفرا تمبرال فوسا، فين بالظبط؟ تحت الفورامين اوفال مباشره. الريليشنز بتاعتها الهميدال ريليشن ولاترال ريليشن وبوستيرور ريليشن هنشوفها ازاي؟ ادي ادي الجانجلون بتاعتنا، ده الفورامين اوفال، هي قاعده مباشره تحت الفورامين اوفال. طيب الميديال ريليشن بتاعتها هي التنسور بلاتاي مصر. اللاترال ريليشن هو النيرف اللي نازل من الفورامين اوفال ومغطيها من بره اللي هو المانديبولار نيرف ريليتد لها لاترال. المانديبولار نيرف ترانك اللي نشا من اتحاد التروس لو نفتكر اللارج سنسوري روت والسمول موتور روت. اما بوستيريولي فهنجد ارتري هو الميدل منينجل ارتري، نفكركم بيه ده كان واحد من البرانشز اللي خرجت من الفيرست بارت of the maxillary artery ودخل الميدل منينجل ارتري للكرينال كافيتي عن طريق الفورامين اسباينوزا. ديت كانت الريليشنز اوف ذا اوتيك جانجليون. طيب نتكلم على الروتس ثم البرانشز. الروت الجانجليون هاخدها تحت اكبرها شويه، لها ثلاثه روتس، موتور روت وسمباثيتك روت وباراسمباثيتك روت. الموتور روت هو برانش جاي من المانديبولار نيرف عن طريق احد فروعه الصغيره اللي اسمه نيرف توميديال تريجويد. نعيد ونفكركم تاني ونقول ان النيرف توميديال تريجويد كان احد برانشات المانديبولار نيرف اللي خرج من الترانك، وتذكر ان الذي خرج ايضا معاه من الترانك هو كان النيرفس اسباينوزس. الميديال تريجويد نيرف رايح يغذي الميديال تريجويد ماسل، بس هيطلع لي بريت راير هيدخل يعدي في الجانجليون من غير ريلي ويعمل سبلاي لعضلتين اثنين، التنسور بالاتاي والتنسور تمبناي. اذا النيرف توميديال تريجويد عدى بداخل الجانجليون وزود ريلي، علشان كده الجانجليون مش هتتسمى باسمه. طيب النيرف الثاني هو عباره عن ايه؟ سمباثيتك. سمباثيتك روت جاي من البلكسس اللي حوالين الميدل منينجيال ارتري. الميدل منينجيال ارتري كان قاعد ورا الجانجليون، هنا الارتري قاعد ورا الجانجليون، هيطلع منها سمباثيتك روت يعدي في الجلاند من غير ريلي ويطلع فوق هيوصل للمسار بتاعه. المسار بتاعه هي البلاد فيزلز او نهايته محطته الرئيسيه هي البلاد فيزلز اللي حوالين وانسايد ذا باروتيد جلاند. طب هيوصل ازاي لما بيقدرش يوصل؟ هيبقى عن طريق هيركب تاكسي، والتاكسي ده هو الاوريكلو تمبرال نيرف. نفكركم تاني الاوريكلو تمبرال نيرف كان احد السنسوري نيرفز اللي خرجت من البوستيريور ديفيجن
of the mandibular nerve. ركب في ركب في السمباثيك روت البوست جانجليونيك برانش منه ركب في الاوريكولو تمبرال نيرف الكتاكسي علشان يوصله للبلود فيزلز اوف ذا باروتيد جلاند. طيب الروت الثالث اللي هو الباراسمباثيك روت ده عباره عن برانش طالع من الناينث كرينيال نيرف. الكرينيال نيرف رقم 9 اسمه جلوسوفارينجيال نيرف، هيطلع منه برانش هو البري جانجليونيك باراسمباثيك روت تو ذا اوتيك جانجليون. هذا البرانش اسمه ليسر سوبرفيشال بتروزال نيرف، هيدخل الجلاند يعمل ريلي تصبح هذه الجانجليون باراسمباثيك جانجليون، لان الوحيد اللي عمل فيها الريلي هو الباراسمباثيك روت. هيطلع البوست جانجليونيك فايبر من الريلي ده، هيطلع من الجانجليون ويدخل يوصل لمين؟ للاسيناي اوف ذا باروتيد جلاند. طب هيخشها عن طريق مين؟ هيركب تاكسي لانه مش قادر يوصل بعد مشوار طويل، هيركب تاكسي. مين التاكسي ده؟ هو الاوريكولو تيمبرال نيرف. اذا الاوريكولو تيمبرال نيرف اللي هو كان اساسا سنسوري نيرف طالع من البوستيريور ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف، شايل في 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 اطار الشيز بتاعه نوعين كمان من الفايبرز، من النيرف فايبرز. نوع اللي هو سمباثيك جاي من البليكسس اللي حوالين الميدل منينجيال ارتري، وشايل كمان البوست جانجليونيك باراسمباثيك فايبرز اللي جايه من الاوتيك جانجليون اللي كان البري جانجليون الروت بتاعها هو الجلوس الليثر سوبرفيشال بتروزال نيرف اللي كان برانش من الجلوسوفارينجيال اللي هو الناينث كرينيال نيرف. دي كانت كده البرانشز اوف ذا اوتيك جانجليون، ودي كانت واحده من النيرفس كونتنتس اوف ذا انفرا تيمبرال ريجن. النيرف الرابع اللي هو الكوردا تيمباناي، والكوردا تيمباناي ده سبق ذكره مع اللينجوال نيرف انه في داخل في الشيز بتاعه وهيتفرع لفرعين اتنين، فرع يشيل من التانج تيست سنسيشن، والفرع الاخر هيروح يعمل ريلي في السب مانديبولار جانجليون ويتوزع للسب لينجوال والسب مانديبولار سيرفل جلاند يغذيهم بالباراسمباثيك انرفيشن. دي كانت الباروتيد جلاند المحطة الرئيسية أو المحطة النهائية للسمباثيك والباراسمباثيك بوست جانجليونيك برانشز اللي طالعة من الأوتيك جانجليون واللي وصلوا لها عن طريق الأوريكولو تيمبرال نيرف. Another one of the nervous contents of the infratemporal region هي واحدة من الباراسمباثيك جانجليا، تاني باراسمباثيك جانجليا في الهيد اند نيك بعد الأوتيك جانجليون هي الاسفينوبالاتين جانجليون. دياجرام سريع للنورمال لاتراليس للمنطقه اللي قاعده فيها الاسفينوبالاتين جانجليون. هذا الدياجرام كان بيشمل الاتي، كان بيشمل المجزله، زجماتيك بون، التريجوبالاتين فوسه، وراها اللاترال تريجوت بليت. المكان اللي قاعده فيه الاسفينوبالاتين جانجليون هي التريجو او الاسفينوبالاتين فوسه. طيب نيجي نتكلم عن الجانجليون، هنتكلم عنها من وجهه نظر الايه، الموضوعات الايتمز الاتيه. انا عندي السايت الجانجليون ديت قاعده في ديبريشن، هذا الديبريشن يسموه تريجو بلاتين فوس. الجانجليون ديت متعلقه بتو روتس في المجزيلاري نيرف، يبقى مكانها في التريجو بلاتين فوس هانجد تو ذا مجزيلاري نيرف باي تو روتس. كاي باراسمباثيك جانجليون وفقا للمعطيات اللي احنا اعطيناها قبل كده، انا عاوز اتكلم على جانجليونيك فايبرز اللي بيسموها الروتس وبوست جانجليونيك فايبرز اللي بيسموها البرانشز. البري جانجليونيك فايبرز اللي هي الروتس، لا ثلاثة روتس، سنسوري وسمباثيك وباراسمباثيك. هاخد الجانجليون هاخدها من مكانها هنا اكبرها بهذا الشكل، يبتدي نرسم الثلاثة روتس. المجزيلاري نيرف يديني اول روت اللي هو السنسوري روت، ده عبارة عن تو برانشز خارجين من المجزيلاري نيرف ما بيعملولوش فيها الريلي. ليه ما بيعملوش ريلي؟ لان دي باراسمباثيك جانجليون والنيرف الوحيد اللي يعمل فيها ريلي هو الباراسمباثيك بري جانجليونيك فايبرز اللي هو ايه، الباراسمباثيك روت. ده كان اول روت اللي هو السنسوري روت. الروت الثاني اللي اسمه سمباثيك روت، جاي منين السمباثيك روت؟ جاي من السمباثيك بليكسس حوالين اقرب ارتري، واقرب ارتري كان الانترنال كاروتيد ارتري. فهنا البرانش اللي طالع من هذا الارتري بيمشي مع بيبطل الجلاند بس بيمشي مع نيرف تاني هو الباراسمباثيك روت اللي هو الجريتر باتروزال نيرف
اللي هو كان برانش من الفيشيال نيرف التو نيرفز الباراسمباثيتك روت والسمباثيتك روت. الباراسمباثيتك روت اسمه جريتر بتروزل والسمباثيتك روت اسمه ديب بتروزل. التو نيرفز التو نيرفز يدخلوا مع بعض يمشوا في شيس نيرف واحد اسمه الدي اسمه الفيديان نيرف او النيرف الترجويد كانال. هذا الفيديان نيرف كان بيحتوي على اثنين كومبوننتس، باراسمباثيتك روت هو اللي عمل الريلي والسمباثيتك روت هو اللي ما عملش ريلي. الباراسمباثيتك روت اللي اسمه جريتر بتروزل نيرف ده كان برانش من السيفنس كرينيال نيرف اللي هو الفيشيال نيرف. البرانشز اللي هتخرج يعني البوست جانجلونيك فايبرز. انا عندي الاوربيتال برانشز. الاوربيتال برانش ده رقم واحد. الاوربيتال برانش يغادر التريجو بلاتين فصة، يعني هو يغادر الجانجليون كبوست جانجليونيك فايبر، يروح فين؟ يروح ناحية الاوربت. كيفية الوصول للاوربت، هو طلع لفوق اهو ورايح للاوربت المنطقة دي، ازاي وصل للاوربت؟ عن طريق الاوربت، عن طريق الانفيريور اوربيتال فيشر. طيب الراح للاوربت عن طريق الانفيريور اوربيتال فيشر هيغذي الاوربيتال بيري اوستيوم والميوكوس ممبرين اوف ذا سفينويدال اير ساينس. ده كان اول برانش. البرانش التاني راجع لورا لورا اللي هو الفرنجيال برانش. الفرنجيال برانش اللي كان متجه للخلف رايح لكنال، الكنال دي كانت بتوصل التريجو بلاتين فوسا بالنيزوفارينكس اسمها بلاتينو فاجينال كنال. هتخرج البوست جانجليونيك فايبرز دي سنسوري فايبرز رايحه تغذي الميوكوس ممبرين اوف ذا نيزوفارينكس وايضا هتغذي الاوبننج اوف ذا اوستيكيان تيوب. النرف اللي بعد كده البوست جانجليونيك برانشز اللي خارجه اللي هو رقم 3 و4 اللي هم الجريتر بلاتين والليسر بلاتين هيخرجهم من الجانجليون من السفينوبلاتين جانجليون كبوست جانجليونيك فايبرز. طيب رايحين فين؟ هم رايحين هيدخلوا من خلال الفورامينا اللي هو الجريتر والليسر بلاتين فورامينا اللي كانوا قاعدين في البوسترولاترال انجل اوف ذا هارد بلات. رايحين فين؟ الجريتر بلاتين هيعمل سبلاي للهارد بلات وجزء من النوز، والليسر بلاتين هيعمل سبلاي للسوفت بلات والبلاتين تونسل، هيغذي طبعا الميوكوس ممبرين بتاعهم. يبقى رقم 3 ورقم 4 هم الجريتر بلاتين والليسر بلاتين نيرف. ثم في عندي اتنين نيرفس مع بعض، لونج سفينو بلاتين وشورت سفينو بلاتين. اللونج سفينو بلاتين ده هيعدي من السفينو بلاتين فورامين، هيوصل فين؟ للنيزل كافيتي، هيعمل سبلاي لايه؟ للميوكوس ممبرين اوف ذا نيزل سبتم، والميوكوس ممبرين ايضا اللي مغطي الانتيريور بارت اوف ذا هارد بلات. اما رقم 6 اللي هو الشورت سفينو بلاتين فهو ايضا يعدي في السفينو بلاتين جانجلون عشان يوصل لفين؟ يوصل للنيزل كافيتي، يغذي ايه؟ يغذي الميوكوس ممبرين اوف ذا ابر بارت اوف ذا لاترال وول اوف ذا نوز. دي كانت البوست جانجليونيك برانشز اللي كانت خارجه من السفينو بلاتين جانجليون الجانجليون الباراسمباثيتك رقم 2 في الهيد اند نيك، واللي كانت موجوده في التريجو بلاتين فصه، واللي كانت من ضمن النيرفس كونتنتس اوف ذا انفرا تمبرال. الريجن